المثال الآخر الذي لدينا هو عبارة عن surface AB circular arc، إذن هو ربع دائرة، ربع دائرة هذا الشكل. AB عبارة عن ربع دائرة، radius إلى معطيك إياه 2 متر، ومعطيك ال depth 1 متر. نال depth أو ال width اللي هو into the paper، باتجاه الورقة، باتجاه الورقة، يعني غير ظاهر عندك هنا، ولكن هو باتجاه الورقة، باتجاه الورقة مقدار جيد 1 متر. عندك الديستانس اي بي از 4 متر، اذا ارتفاع ايضا هذا مستوى سطح الماء راح يكون فوق هذا السطح المائل الربع دائرة، اكو ارتفاع المي راح يكون هنا عندي ايضا 4 متر، 4 متر. يريد مقدار ماجنتيود اند لاين اوف اكشن، هو موقع القوى الهيدروستاتيك فورس المؤثرة على السطح AB، المؤثرة على السطح AB. أيضا لحل هذه النوعية من الأسئلة طلاب، مثل ما تعلمنا بالطريقة السابقة والمثال السابق، نيجي نحسب الهوريزونتال كومبوننت ونيجي نحسب الفيرتيكال كومبوننت. الهوريزونتال كومبوننت وكأننا نتعامل مع احنا نحل وكأنما بوابة مستطيلة الشكل، لأن يعني ناخذ احنا البروجكت أو المسقط مال هذه البوابة المنحنية هنا أو الربع دائرة على شكل ربع دائرة، ناخذ المسقط مالتها وكأنما شخص ينظر منها راح يشوفها عبارة عن شنو؟ عبارة عن بوابة مستطيلة، بوابة مستطيلة، الوث مالتها 1 متر والارتفاع مالتها 2 متر، فبالتالي على مود احسب القوة لهذه المؤثرة على هذه البوابة، القوة الأفقية، الأفقية هي جاية من الجاما في الارتفاع الشاقولي عن مستوى سطح الماء في قيمة الـ AV الـ area. زين، الارتفاع اللي عندي أو الموقع الشاقولي، ارتفاع الشاقولي عن المركز الهندسي شلون أحسبه؟ هذه وكأنما قلت لكم تنظر لها عبالك بوابة مستطيلة، فبالتالي أنا عندي 4 متر هي كلها ارتفاعها 2، فبالتالي 4 زائد 1 صارت 5 متر. زين، الاريا مالتها هي عبارة عن 2 في 1، 2 في 1، وبالتالي 2. إذن القوة الأفقية الهوريزونتال فورس جاية من الجاما 9810 في قيمة الـ HV، قيمة الارتفاع الشاقولي عن المركز الهندسي، ارتفاع الشاقولي اللي هو هنا HV، HV داش، بالتالي في 5 صارت، في قيمة الاريا اللي هو ايش قد قيمتها؟ قيمتها 2. بالتالي صارت عندي الفورس الهوريزونتال قيمتها 98.1 كيلو نيوتن. اريد اعرف الموقع مالتها، حساب الموقع مالتها راح يكون نفس الطريقة السابقة اللي عندنا، الواي سي بي او موقع السنتر اوف بريشر ناش راح يكون، راح يكون الواي سي الارتفاع ايضا الموقع العمودي هنا لانه عموديه مو مائله، فبالتالي الواي سي هي نفس الاتش في، نفس الاتش في، يعني ايش قد موقع السنتر مال هذا المستطيل اللي هو 4 زائد 1 5 5 5 اللي هو نفس الاتش في، نفس الاتش في، فبالتالي الواي سي بي ايش راح يكون؟ 5 زائد المومنت اوف انيرشيا لهذا الشكل المستطيل بي تاخذه 1 والارتفاع 2، بالتالي هو البي في الاثنين كيوبيك، الارتفاع كيوبيك على 12، بوابة مستطيلة المومنت اوف انيرشيا للشكل المستطيل على الاتش في 5 في قيمة الاي في اني واجدها مقدارها 2، بالتالي اني وجدت قيمة او موقع هذه القوة على بعد 5.067 متر، إذن هي أسفل المركز الهندسي للشكل. يعني قلنا المركز الهندسي 5 هنا اللي هو نفس الـ HV أو الـ YC، فبالتالي هي أسفل المركز الهندسي. هسه نجي أحسب مقدار القوة العمودية الـ Vertical Force، الـ Vertical Force. زين، هذه القوة العمودية جاية من حجم هذا الماء اللي موجود بهذا الجزء كليته، اللي هو جاي من هذا الحجم الأول، الجزء الأول زائد الحجم هذا للجزء الثاني، من أقسم هذا الشكل إلى جزئين مثل ما نشوف هنا، إذن صار عندي هذا الشكل وهذا الشكل. لحساب الحجم،
بهذا الشكل اللي هو متوازي المستطيلات، مساحة القاعدة اللي هي 1 في 2 في الارتفاع مالته 4، طلع لي عندي الحجم هذا الأول، مساحة القاعدة 2 في 1 في الارتفاع 4 زائد الحجم لهذا الشكل اللي هو شنو؟ هاي ربع دائرة، وهذا الوث مالته هو مقداره 1 متر مثل ما شفنا هنا، هو نفسيته هذا. فبالتالي مساحة ربع الدائرة اللي هي يعني مساحة الدائرة نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة على 4، بالتالي طلع لي مساحة فقط هذا الجزء في شنو؟ في الوث مالته اللي هو 1، في الوث مالته اللي هو 1، ويساوي لك صار 11. إذا الحجوم كليتها مجموع هذا الجزئين، بالتالي من صار عندي حجم هذا الجزئين، إذا مقدار القوة راح يكون الجاما في قيمة الحجم. فبالتالي 9810 في الحجم الكلي اللي هي 11.14، بالتالي وجدت قيمة القوة مقدارها 109.28 كيلو نيوتن. زين، أني وجدت مقدار هذه القوة، بس أني أريد أعرف موقعها وين. أني مثل ما وجدت هذه القوة وموقعها حددته، أنا أريد أحدد هسه موقع هذه القوة وين راح يكون. حتى أحدد موقع هذه القوة اكو توجد طريقة سهلة. أول شيء هنا نباوع هذا الجزئين، أحسب الجزء الأول وموقع السنتر مالته وين، زائد الجزء الثاني أو الحجم الجزء الحجم الثاني لهذا الجزء، وأحدد السنتر مالته وين. شو يساوي لك؟ حجم الجزء الأول زائد حجم الجزء الثاني في السنتر مالته اللي أنا أريده، اللي هو المطلوب أو مكانه أو الموقع مالته وين راح يكون. فبالتالي حجم الجزء الأول هو 1 في 2 في 4 8. زين، السنتر مالته لهذا الجزء الأول وين؟ وين السنتر مالته؟ هذا 2، السنتر أكيد ما تعلى بعد 1 متر في 1، زائد حجم الجزء الثاني. حجم الجزء الثاني طريقة هاي، لأن هو مساحة هذه الربع دائرة نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة، قسمناها على 4 طلع مساحة ربع الدائرة في 1. فبالتالي هذا حجم الجزء الثاني. زين، المركز مالته وين؟ مركز الربع دائرة، لازم نتعلمه هذا طبعا، إذا ربع دائرة أو نصف دائرة، مركز ربع الدائرة شلون نقدر نحسبه؟ هو جاي من القانون هذا، 4/3 في الآر على قيمة الباي. 4/3، الآر أنا عندي 2، هاي ربع الدائرة الآر مالتها هو قايل لك 2، فبالتالي 4/3 في الآر على باي. إذا حجم الجزء الثاني في المركز مالته شو يساوي لك؟ حجم الجزء الأول اللي هي 8 زائد حجم الجزء الثاني اللي هو هذا الحجم مالته باي 2/4 في قيمة الأي في الموقع مال أو السنترويد مالته، وموقع هذا موقع مال هذه القوة المؤثرة. فبالتالي هذه قيمة الأي راح تطلع على مسافة 0.958 متر. تالي أنا عرفت موقع هذه الفورس الفيرتيكال، فورس الفيرتيكال من خلال قسمته إلى جزئين ومعرفة موقع المركز لكل جزء من الأجزاء. فبالتالي أنا أوجدت قيمة المركز لهذه القوة الفيرتيكال. هذه بالنسبة للسؤال